السلام عليكم المتتبعات ديالي، كدرتو؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نصيبوا مناقية ديال التركيز، غنبقى معكم غاديه مرحله بمرحله ان شاء الله حتى تلاقيو الجلابيه ديالكم. انا عندي هنايا كم نشيبه كما العاده، ضروري ما نشبو الثوب ديالنا. نحيد المخدة هكا باش يبان ليكم مزيان، هكا مزيان. غبس عليكم واحد المتبعة ديالي بغات راندا بالعقيق، ان شاء الله نصايب ليها الفيديو وتخدم جلابيتها ان شاء الله. سمحي لي اختي بزاف، والله الا درت معاك اللوح الفيديو وما ساليتش، والله بغيت نوه الخبر ديال واحد البنت من العائله ديال راجلي توفات، هادشي علاش غبت عليكم وما حطيتش ليكم لي فيديو ولا حتى شي حاجه. صايبو التوب ديالنا هكا، أنا هنا، أنا هاي أنا هنا راه خدمت، سمحولي أنا هنا راه لاقيت هاد الجنب هدا، هانتوما كيما شفتو درت ليكم هاد الملاقية هادي، أنا خدمتها معاكم هانتوما. ولقيت هاد الجي هادي، لقيت الكتف، دابا ان شاء الله نطبقو ليكم هنا هاد التركيز هذا باش تلاقيو حتى نتوما الجلابة ديالكم، تثبتو فوق المخدة ونبداو الخدمة ان شاء الله. دابا ملي تثبت التوب ديالي بالفنيتة من هنا وفنيتات من هنا، المبتدئات راه تجيهم هنا يجدو هنا جوج فنيتات، نبداو بسم الله على بركة الله ملاقية ديال الدقة كيف ما العاده كما وريتكم في الفيديو السابق. هذا راه التركيز، يعني اللي قبل من الكتاف حتى كنلاقيو التركيز، عاد كنلاقيو الكتاف وعاد القب، ديما ندخلو الابره في الدائره نثبت مزيان ونجي للجهه المقابله ديالها. هنا راه فلت ليا شويه الثوب ماشي مشكل، هنا نعاود نثبت هنا فنيتات حيت التوب هذا راه كيتيرا كيتجبد. نتوب كي تشبد غادي نخدم بالفنايت هنا جوج، درت هنا غبرة نكمل الخدمة ديالي. صافي نزير ونجي هنا من التحت ونطلع الدقة ديالي. هاد الملاقية هادي كتجيني زوينة وطاغي كنضاغي كنلاقي بها الجلابة، ضربة في التوب أو ضربة في الجهة المقابلة ديال التوب، وحدة ما بيناتهم. غنشارك معاكم إن شاء الله كل شيء حتى كيفاش تلاقيو القب ديالكم وكيفاش تركبوه في الجلابة. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد واي حاجة حطيتها ان شاء الله.
تكشطو الجهة المقابلة ديالها التوضرة كيتجبد، خصكم غير تحاولوا معاه الا خدمتوه. من الاحسن المبتدئة ما تخدمش في شي جوب في شي توب كيتجبد، حيت غادي تلقى معاه مشكل. باقيه كتجي زوينه وخفيفه. سمحوا لي الضجيج والذي مصدعني، والله الا هما اللي ما كيخليونيش نصور، اغلبيه الاحيان هما اللي ما كيخليونيش نصور. انتم عارفين مول الوليدات ما كيكونش مسالي ديما، ملي كنلقى الفرصه بعد كنصايب الفيديو ونلوحو. هذه هي الملاقيه كنخدم انا في اي جلابه خدمت، ان هذه كتجيني حسن وزوينه في فوضى غير كطلع. الفيديو السابق راه كنت خدمت معكم هاد الملاقية هادي، كتمشي ضربة في الجنب، ضربة في التوب، ضربة في التوب، وضربة في الوسط. ضربة في التوب، ضربة في التوب الآخر، الجنب الآخر، ضربة الوسط. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ما كنش طولت عليكم الفيديو، نتمنى يكون خفيف وظريف على قلوبكم. وهذه الخدمه ديال التركيز، هذا انا سالي الخدمه ديالي حتى لهنايا حتى الاخر، ونشارك معكم ان شاء الله كيفاش تلاقي الكتف ديالكم، وكيفاش تلاقي القب ديال الجلابه، كيفاش جمعيه، وكيفاش تلاقيه بجوج. هذا هو الدرس ديالنا اليوم، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس، زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوناش بلي لايك والتعاليق ديالكم، واللي ما فهمتش الدرس او رجيتها كنزرب اولا شي حاجه تخلي لي في لي كومونتير، ونعود معكم الفيديو علاش لا. السلام عليكم